السنة بنسبة فقط النسبة المسجلة السنة الفارقة ب10%. وتنتوقع واحد العودة كثيفة خلال مرحلة مغادرة المغرب، خاصة في الأسبوع الأخير من غشت من 25 إلى 31 غشت. لهذا تندعو جميع المسافرين إلى برمجة تاريخ السفر ديالهم حسب توقعات العبور، وبضرورة التوفر على تذكرة السفر تتضمن تاريخ وتوقيت محدد، وذلك قبل التوجه إلى الميناء. خوتي المغاربة، كما عارفين العطلة الصيفية قربات سالي وحنا مقبلين على العودة إلى بلدان الإقامة، ولهذا بغيتكم تسمعوا الإجراءات الجديدة. لابد من تذكرة وتاريخ ديال الباخرة. كذلك أختي غادي نهضروا على القانون السير الجديد اللي صدقات عليه الحكومة الإسبانية، واللي كيخص مغاربة إسبانيا والمغاربة العابرين عبر التراب الإسباني، اللي فيه غرامات كتوصل حتى 3000 أورو. خوتي فيديو مهم، يعني القانون السير الجديد والإجراءات الجديدة ديال العودة. بارتاج لايكات ونمشيو للتفاصيل. والحمد لله حنايا دابا راجعين الرتور عاوتاني، يعني نتمنى تكون الطريق بخير وعلى خير. بالنسبه للاجراءات كانت جيده، يعني كل شيء كان تمام مزيان الحمد لله. انا غادي لنا دابا غادي بحالنا مزيان مزيان مزيان، زعما بخير كاع والله، زعما صراحه الله الناس كلشي زوين. 670,000 مسافر عبروا من والى المملكه عبر ميناء طنجة المتوسط هذه السنه بنسبة فقط النسبة المسجلة السنة الفارقة ب10%. وتنتوقع واحد العودة كثيفة خلال مرحلة مغادرة المغرب، خاصة في الأسبوع الأخير من غشت من 25 إلى 31 غشت. لهذا تندعو جميع المسافرين إلى برمجة تاريخ السفر ديالهم حسب توقعات العبور. خوتي المغاربة، الجالية المغربية في كل مكان، سلام الله عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برسلونة في كل مكان. ودائما وأبدا كما العادة كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال. خوتي كما عارفين العطلة الصيفية يعني قربات على النهاية ديالها، وبزاف ديال الإخوان والأخوات من أبناء الجالية المغربية بدأوا كيرجعوا بحالهم. كما غادي نخليكم مع هذا المقطع صغير اللي كيهضروا على العطلة الصيفية ديالهم وكيهضروا على الإجراءات ديال العودة كما غادي تسمعوا معنا هنا. ولكن هذا الفيديو هو للقانون أو القوانين الجديدة اللي صادقت عليها الحكومة الإسبانية فيما يتعلق بقانون السير. كنا قوانين يعني مفاجئة وصارمة، غرامات صارمة. كنتمنى ان تبارطاجيو هادشي، لان هادشي هذا كيخص يعني الجاليه المغربيه المقيمه باسبانيا، اي مغاربه اسبانيا. وغادي نشارك معكم يعني جميع هاد الغرامات يعني بالاسبانيه وبالعربيه خوتي، باش يفهموا حتى كاين الناس اللي ما عندهمش مع العربيه مزيان. كاين مغاربه واللي ما عندهمش مع العربيه مزيان، ولهذا وكنلقاو بعض التعاليك يقول لك هضرنا بالاسبانيه. المهم غادي نقولوه بالاسبانيه وبالعربيه، وهادشي كنتمنى انكم تبارطاجيوه مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم. واللي كيشوفنا لاول مره يعني ما يخسر والو، يضغط على زر الجرس ويتسجل معنا في القناه باش يوصلوا اي جديد. غنخليكم مع جوج ديال المقاطع، مقطع ديال العوده ومقطع يعني ديال اللي كيهضروا على هاد القوانين الجديده يعني في السياقه. خليكم مع هاد المقاطع ونشارك معكم يعني هاد المخالفات الجديده. Porque a mí hay algunas nuevas multas que tenemos que me ha sorprendido. ¿Tú qué piensas? Si discuto, bueno, claro, si discuto haría así, ¿no? Este gesto y entonces claro, evidentemente repercutiría para eso. Pues tanto dar un beso. Son un poco extravagantes, ¿eh? Esto explícalo y luego lo comentamos. Tanto dar un beso como discutir con un pasajero nos puede costar muy caro. 500 euros y 6 puntos si vamos en carretera y entre 100 y 600 euros si estamos circulando por la ciudad. Pero lo mismo pasa con maquillarse o morderse las uñas, algo que a veces, bueno, pues vamos haciendo mientras conducimos o incluso cuando estamos parados, pues también esto es una multa, 100 euros si estamos parados en un semáforo y 500 euros y 6 puntos si estamos circulando. La siguiente, bueno, pues es también bastante común en verano. Ana, ¿tú llevas la música alta en el coche? ¿Te gusta escuchar música? Me gusta escuchar música, lo lleva más el que viene conmigo, la música alta. A mí me pone un poco, yo necesito ir concentrada en el coche. Pues ten cuidado porque tener la música alta también puede ser una multa muy importante. La música alta puede ir entre 30 y 3.000 euros dependiendo de los decibelios de la ordenanza de cada ciudad. Y otra, por ejemplo, vamos a ver la siguiente, por
poner los pies en el salpicadero o sacar el brazo así por la ventanilla del coche, pues también es multa. Entre 80 y 100 euros tendrá que pagar, en este caso no el infractor, porque el conductor no puede poner los pies en el salpicadero, lo tiene que pagar el conductor, que es el responsable de ese vehículo. Ana, ¿cómo te queda? ونبداو على بركة الله باللغة العربية أخوتي. هنا فيما يتعلق المسافرين المغاربين المغاربة الذين يعبرون إسبانيا بالسيارات، هنا قانون جديد يعني حاليا بإسبانيا. هنا غادي نبداو السياقة ديال السيارة بدون حداء 80 ديال الأورو أخوتي، الثمن ديال المخالفة، وهذا الشيء كينطبق على خوتنا أبناء الجالية المغربية اللي غادي يعبروا يعني بالتراب الإسباني، اللي غادي يمشيوا لبلدان الإقامة ديالهم وغادي يمروا عبر إسبانيا، حتى هما كتنطبق عليهم هاد المخالفات. سياقة السيارة بدون حدة الثمن ديالها 80 ديال الأورو، ثمن المخالفة. هنا السياقة بدون ارتداء قميص 80 ديال الأورو، يعني مشينا بدون كميسيطة. هنا الشرب ديال الماء أثناء القيادة، يعني حتى هو 100 ديال الأورو، ثمن ديال المخالفة. إخراج أحد أطراف السائق من الزجاج أو أثناء القيادة حتى هي 80 ديال الأورو. وضع غطاء رأس يحجب أذني السائق حتى هو 80 ديال الأورو، يعني وأكل المثلجات من طرف السائق 100 ديال الأورو. وضع أشياء تحجب الرؤية من الزجاج الخلفي 200 ديال الأورو. غسل السيارة في الطريق العام 30 إلى 3000 ديال الأورو. وضع يعني احد مرافقي السائق، يعني اللي كيكون جالس مع السائق، الرجل ديالو او الجلوس في وضعيه غير مستقيمه 100 ديال الاورو. رمي اشياء من السياره وهي متحركه 200 ديال الاورو، وناقص 4 ديال النقاط من رخصه السياقه، والنسيان ديال رخصه السياقه 10 ديال الاورو، والزياده في عدد الركاب هي 80 ديال الاورو. هذا فيما يتعلق يعني بهذه القوانين باللغه العربيه. وهنا نشوفوا باللغة الإسبانية. هنا كذلك أخوتي يعني رمي أشياء من نافذة أثناء يعني السيارة تكون ماشية يعني 200 الأورو، إلى 3000 الأورو. من بينهم يضر منا ذاك الكولية ديال السيجاريو إذا كنا كنكميو صيبناه، وهذا كيبان لي أنا يعني في هذه المخالفة في المحل ديال أخوتي، لان هذا الشيء كيتسبب في الحرائق الى اخره. هنا اخوتي نشوفوا بالاسبانيا، بالاسبانيا التي دقيقه نعم، هنا كوندوسير، هنا نشوفوا بالاسبانيا كوندوسير ان تشانكلاس و 80 يورو. هنا كوندوسير ان تشانكلاس و سين كاميسيتا 80 ديال الاورو، يعني بلا صباط او بلا تشانكلا ولا هذا، وبدون كاميسيتا 80 ديال الاورو. هنا بيبير اوا مينتراس كوندوثيس 100 الاورو. هنا ساكار مانو كودو او براسو بور لا فينتانيا 80 يورو. كوندوثير كونغورو كي تابي لا سوريخاس 80 يورو. كومير اون هيلادو مينتراس كوندوثير 100 يورو. كوندوثير كون اوبجيتوس الا بانديجا تراسيرا سين سوجيتو، يعني هنا في اللور شي حاجه اللي تغطي علينا اللي في اللور، فين داك الكتاب وفين هذا، اذا ما كانوش مشدودين حتى هي 100 الاورو 200 الاورو عفوا. لابارتو كوتشي الا فيا بوبليكا 30 حتى 3000 يورو، بدايه من 300 درهم حتى 3 ديال مليون ديال السنتيم، قولوها بالدرهم بالعمله ديالنا. هنا كوبيلوتو يعني اللي جالس مع السائق، يعني الجلسه ديالو ماشي مستقيمه ولا هذا، حتى 100 الاورو. تيرار اون سيجاريو بور لا فينتانا 200 يورو اي مينوس 4 بونتوس ديال كارنيت دي كوندوسير، يعني نوس كيتان 4 بونتوس اي 200 يورو دي مولتا بالي تيرار، وهذا كيبان لي انا هذا المولتا في المحل ديالها. هنا نو يفار البيرميسو دي كوندوثير 10 يورو، هذه كانت عاديه، دابا طبقات اذا ما ديتيهش معك يعني كان غير بالبطاقه ديالك كتوريهم صافي كيطلعوا الداتوس ديالك كاملين، دابا لا تبدل هذا الشيء. لا يفار 6 او 7 بيرسوناس ان الكوتشي 80 يورو، يعني تدي واحد معاك شخص زائد العدد المسموح به واحد ولا جوج ولا هذا 80 الاورو. وهنا يا اسطى هذه هي، وهنا الترجمه بالعربيه، سياقه السياره بدون حذاء، سياقه بدون ارتداء قميص. المهم هادشي هذا قلنا في الاول اخوتي، كنتمناو انكم تبارطاجيو
يعني هذا القانون الجديد مع الناس اللي الأغلبية الناس راهم متواجدين في عطلة مع الأهل والأحباب ديالكم باش يعني يكونوا بدراية بهذا القانون الجديد، ولأن بزاف ديال الحوايج كان قبل مسموح بها دابا تغيرات أخوتي. وكما قلتكم يعني الجالية مقبلة على العودة إلى ديار ديال الإقامة، وباش ما يطيحوش في هاد المواقف ويخلصوا هاد الغرامات، فكنتمنى انكم تبارطاجيو معاهم هاد الفيديو اللي كما شفتوا خليتكم مع فيديوهات مع صور، يعني شرحنا كل شيء بالتفصيل الإسبانية باللغه العربيه. ما نطولش عليكم بزاف اخوتي، تهلاو لي فراسكم ولنا عوده الى الشروط والى الاجراءات ديال العوده ان شاء الله في فيديوهات مقبله. وحنا حتى حنا ان شاء الله مقبلين على العوده، قراب 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 رجعوا، لان باش تعمل فيديوهات صعيب وصعيب شويه اخوتي بالنسبه للريزو، بالنسبه يعني بالتواجد ديالنا مع العائله وهذا يعني صعيب. قراب رجعوا ان شاء الله ونطرقوا المواضيع اللي كتهم الجاليه المغربيه، بدايه بالقانون الهجره الجديد كذلك اللي ما هضرناش عليه اخوتي، لان ما نقدروش نهضروا عليه حنا، حتى انا بيدي ما عنديش درايه كافيه. كما قلت لكم حنا مركزين مع العطله مع الاولاد مع العائله، ولهذا ما باقي لنا والو، باقي لنا شويه نرجعوا ان شاء الله، عاود نرجعوا للمواضيع ديالنا وبحله جديده ان شاء الله اللي غادي تعجبكم، يعني ببلاطو جديد بكل شيء جديد ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم، وهذا الشيء هذا كامل يعني يعني في هادشي هذا كامل في خاطر الجالية المغربية والمتابعين داخل وخارج أرض الوطن. تهلاو لي فراسكم، نهاركم مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.